ان شاء الله نعطيش باكيه اللي وخدتني اخرى. نتمنى ما كان حتى مشكل تبارك الله، مازال يعني المستمعات كاين بعد بكثير منهم مازال ما صايباش. غادي نعطيش الشباكيه اللي دائما كندير، اللي كل عام كنديرها. المعتمد عندك واخا. عندي في قصريه كندير كيلو ونص ديال الفورس، كيلو ونص ديال الفورس، كنزيدها ثلاثه المعالق كبار ديال النافع البلدي، كيكون مطحون غبره، حتى كنطحنوا غبره عاد كنعبر منه ثلاثه المعالق كبار. واحد جوج كيسان قياس العنبه الكبير، زنجلان محمر كنعبر الزنجلان مازال ما طحنتوش، نعبره بالكاس جوج كيسان عاد نطحنوا. نتمنى السيدات، لان شحال من وحده دارت جوج كيسان هو مطحون غادي يجيها كثير. جوج كيسان تعبر زنجلان مازال هكذاك حبوب عاد طحنوا، عاد طحنوا مزيان بحال الزيت، عاد طحنوا حتى يولي معلك بحال بخاليني بحال فيه الزيت. كندير راس معلقه صغيره ديال الزعفران ملون، راس معلقه، وخماره واحده ديال الحلوه، ومعلقه صغيره ديال القرفه، وقريصه ديال الملحه. هادو النواشف بوحدهم، كيلو ونص ديال الفورس، ثلاثه المعالق كبار ديال النافع البلدي مطحون غبره، وجوج كيسان ديال العنبه الزنجلان حتى كنعبروه محمر عاد كنطحنوه بحال الزيت، وراس معلقه صغيره ديال الزعفران، وخماره واحده، ومعلقه صغيره عامره ديال القرفه. كنخلط هاد النواشف كلهم بحال اللي كنبسسهم، باش هذاك الزنجلان لانه بحال الزيت كيتخلط ليا مع الطحين، وكنغربلهم مزيان ونغطيهم، ومن الاحسن يباتوا هاد النواشف، من الاحسن يباتوا بالخماره بكلشي، يباتوا ليله كامله. في النهار الاخر غادي ناخذوا ربعه ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده، كندوبوها، كنزيدوا عليها كاس ديال الزيت بالعبار ديال ياغورت خاوي ديال جوج دراهم كنعبروا به الزيت، وكاس ديال الماء زهر، ونص كاس ديال الخل، ونص كاس ديال زيت العود، واحد شويه ديال الخميره ديال الدار، يعني غير واحد الطريقه ديال غير قياس حمص هكذا، شويه ديال الخميره. هاد العناصر كلها كنديروها في واحد كاسرونه ولا اناء، حتى كندوبوا الزبده رابعه 250 غرام زبده مذوبه، حتى كتذوب كنطفيو على النار، كنزيدوا عليها كاس ديال الزيت، كاس ديال الماء زهر، نص كاس ديال الخل، ونص كاس ديال زيت العود، العبار كلهم هاد المقادير بالكاس ديال ياغورت خاوي، وشويه ديال الخميره ديال الدار. كنخلط هاد العناصر بذره ديال السلك، ما كنديرش البيض لان البيض كيدير ديك الكشكوشه في الزيت. فعلا كنخلط بذره السلك، وكنبقى نخوي بشويه فوق هادوك النواشف اللي وجدت، كنبقى نرمل مزيان حتى هذاك الطحين كيشرب ليا من هاد الزبده والزيت وما زهر، كتولي مرمله. ومن بعد كنجمع قرعه ديال ما زهر، قرعه بالضبط ديال ما زهر، هذيك الخضراء باش ما تكونش مجهده، يعني خفيفه هذيك الخضراء. اللي ما كتبغيش انك هاد ما زهر بزاف، غادي تخلط ما زهر مع الماء، يعني القياس قرعه بالضبط عامره مزيان ديك القرعه الخضراء، غنبقى نزيد بشويه ما زهر حتى كتجمع ليا، كتكون شويه قبطه في راسها قاسحه شويه، كندلكها واحد شويه، نغطيها ببلاستيكه، من بعد كنقسمها ثلاثه الكويرات، وكل 10 دقائق كنكور هاد الكويرات، كنغطيهم ببلاستيكه، وعاوتاني 10 دقائق نعاود نكورهم. المهم ثلاثه المرات كندير هاد العمليه، كل 10 دقائق كنعاود نكورهم بلا ما كنحتاج ندلكها بزاف، غير كنعاود نكور هاد الكويرات صافي. وكتسرح السيده، راه كلشي عارف ما شاء الله كيفاش غادي يشوفوا كل وحده والطريقه ديالها، وتخليها تنشف مزيان، ماشي غير تشبكها كتقليها، تخليها واحد الساعة تنشف، عاد كديرها في زيت يكون سخون وناقص، ملي تبغي ترمي الشباكية خاصها تكون ناقصة، والعسل من الأحسن يكون ثقيل واحد شوية، وما تسخنوش، لأن هذيك المقلة الأولى ديال الشباكية والثانية غادي تسخن هذاك العسل، يعني العسل خصو يكون ثقيل ويكون بارد، ومباشرة ملي كنقلي الشباكية كنهزها كنصفيها بواحد الشبكه ولا هذا، وكنرميها مباشره في العسل، العسل يكون بارد وثقيل، وكنخليها حتى كتشرب، وكنحيدها وكتسقطها باش كيلصق فيها هذاك العسل، الا كان جاري راه دغيا كيخرج منها، ما كيبقاش وسط الشباكيه، وكنرشوها بزنجلان ولا اللوز، وبالصحه والراحه.